هلا، أنا أمل ممرضة، أشرف على تمريض بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا في العزل الصحي في المستشفى. قبل لا نتعامل مع المريض في أي إجراءات، أهم شيء النظافة والتعقيم. ارتدي كمامة طبية أثناء التعامل الروتيني مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة. أوصي زميلاتي وزملائي الصحيين بالتأكد من اتباعهم والمحيطين بهم لممارسات النظافة التنفسية الجيدة، ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس. وللوقاية من الرذاذ المتطاير، ارتدي رداء طويل الأكمام، قفازات، كمامة تنفسية عالية الكفاءة، نظارات واقية للعينين بعد اختبار الملائمة. أبلغ الجهات المعنية بمرضك على الفور إذا بدأت في السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته في المرض. والله يحفظكم لأحبابكم ويحفظهم لكم.